بتفكري في ايه دلوقتي يا نشوى؟ البرنامج بتاعي. ماله البرنامج بتاعك؟ عايز اعمل حلقة جديدة. موضوع عن ايه؟ اللي بيحصل عندك هنا في المستشفى. صباح النور. مالك يا بنتي؟ تعبان يا عم صادق، حاسه ان دماغي هتنفجر. سلامتك يا بنتي. عم صادق، مين اللي في المبنى ده؟ تسالي ليه؟ بسمع ناس بالليل بتصرخ جوه، ما بقتش عارفه اذا كانت دي حقيقه وان انا خلاص ابتديت اتجنن. لا حقيقة يا بنتي، في ناس جوه. مين دول يا عم؟ ومحبوسين ليه؟ وليه بيصرخوا؟ مين الناس دي يا عم صادق؟ ناس زي وزيك، وراهم اللي عاوزين يخلصوا منهم. انا عايز اقابلهم. تقابلوا مين يا بنتي؟ دول ناس ماتوا قبل ما يموتوا، والخوف لم حصلهم. لا يا عم صادق، لا مش هنحصلهم، احنا لازم نهرب. نهرب؟ ايوه. انت لو هربت وقدرت توصل للمسؤولين وتشرح قضيتك بنفسك. المسؤولين عارفين قضيتي كويس وحافظين رقمها. انا قضيتي خلاص حفظت في الارشيف لاجل غير مسمى. المسؤولين اتغيروا يا عم صادق. اتغيروا؟ امال انت هنا ليه يا بنتي؟ انا هنا علشان زي ما قلت لك اخويا هو اللي حطني هنا، انما انت قضيتك مختلفه، انت لازم تهرب. اهرب؟ اوعى تفكري ان انا ما حاولتش اهرب. انا حاولت كتير انما مستحيل. انت قلت مفيش مستحيل، لازم نحاول. اسمعي يا نشوى، الهروب من الخنكة أو المستحيل. ايه بقى اللي انت فاكراه عن الحادثة؟ جاوبها سؤالي، فاكر ايه عن الحادثة؟ تعبان، تلات، مش فاكرة. ايه اللي حصل يا نشوى؟ قتلوه يا دكتور، قتلوه. مين اللي قتلوه؟ تلاتة، اتنين، واحد، أربعة، ستة. مين اللي اتقتل؟ مين؟ مين؟ تلاتة، أربعة، صادق الحقني يا عم صادق. ايه اللي حصل؟ نشوى عاملين جلسة كهرباء واتبهولت خالص. وهي فين دلوقتي؟ في اوضتها. طب اسمعني وانا هحصلك. حاضر. حاول ده. Thank you.
اللي جابك هنا يا صادق؟ شويه ورد خدتهم من الجنينه بوزعهم على اخوان العيانين. اتفضل ورد. دكتور صبري طوارئ في اوضه 11. اصحي يا نجوى اصحي. في ضيف علشان الجاي يطمن عليكي. صباح الخير. صباح الخير. ألف حمد لله على سلامتك يا نشوى. متشكرة يا مصاري. قلبي معاك يا حبيبتي. أنا ليا خبرة طويلة معاهم. اللي بيعملوا معاك كده غسيل مخ. أنا ناسي حاجات كتير يا عم صادق. عارف يا بنتي عارف. وده اللي خلاني أجيلك. أنا عاوزك تركزي يا نشوى. وهما بيعملوا لي جلسات الكهرباء فكري في حاجة واحدة بس. فكري في إنسان يقدر يساعدك. فكري في أمل. الأمل الوحيد إني أهرب من هنا. أنت يا بنتي بتطلب المستحيل. محدش أبدا يقدر يهرب من هنا. ولا تسيبني هنا لحد ما يدمروني. مش أنت بتقولي إن أنا زي فاتن بنتك؟ أنت عارفة لو فشلتي في الهرب هيعملوا فيك إيه؟ هيحطوكي في العزل. اهون يا عم صادق. ده بعد الموت مفيش موت تاني. محدش فيكم شاف العزل. اللي عايز يعيش لازم يضحي. بس دي تضحيه غاليه قوي يا بنتي. اشمعنى انت ضحيت يا عم صادق؟ وقلت لهم ارحلوا. ما كان زمان قبل السوس ما ينخر في عظامي. احنا بقينا في زمن ما عادش في أبطال. يا خسارة. ما تفهمينيش غلط يا بنتي. أنا خايف عليكي. والخايف على نفسك. لا اوعي تقوليها. أنا مش جبان. أنا هقربك. أنا هقربك.